بكم مشاهدينا لهذه الحلقة من لبنان اليوم. أكثر من شهرين على التكليف ومنسوب التفاؤل بولادة الحكومة بانخفاض مستمر، هذا التعثر سيبقى ملازما للاستحقاق الحكومي ما لم يبدي أي من الأفرقاء استعدادا لخفض سقف المطالب، وإلا فإن مخاض الولادة سيكون طويلا وعسيرا إلا بحال معجزة ما محلية أو إقليمية تساهم في هذه الولادة. الوضع الحكومي وغيره من الملفات المحلية والإقليمية نتناوله مع ضيفنا رئيس تحرير موقع إنوما الإلكتروني إميل علي. أهلا وسهلا فيك أستاذ إميل. تسلمي، أهلا وسهلا فيك. يعني كنا قاب قوسين أو أدنى من تشكيل الحكومة الأسبوع الماضي، يبدو أنه هذه الأجواء التفاؤلية يعني بالتشكيل و يعني ولادة الحكومة يبدو أنها تبخرت، هل بعد هاي الأجواء يعني في شيء يعني من التفاؤل أم أنه حضرتك مثل ما عم تقولي بالمقدمة بحاجة لمعجزة؟ نعم. لبنان بلد العجائب، هون العجائب بالمعنى السلبي مع الأسف. إن شاء الله هالمرة تتبدل الأمور ويصير لبنان بلد العجائب بالمعنى الإيجابي، يعني ويصير في عنا أعجوبة وهالأعجوبة ينتج عنها حكومة جديدة. الواضح لهلأ أنه ما في أعجوبة من هالنوع، والتجاذب بين الأطراف اللي كل واحد منهم عم بيكب التهمة على الآخر بموضوع الحكومة، ومؤخرا شفنا من مراجع عليا بالدولة اللبنانية أنه صاروا عم يحكوا علنا عن ما يسمى تدخل أجنبي بهذا الموضوع، فهون تطرح أكثر من علامة استفهام. من هو المعرقل الحقيقي؟ هل هن أطراف لبنانيين أم هن أطراف خارجيين؟ ومثل ما نعرف أنه إذا أنا وأنت وسائر المواطنين اللبنانيين قالوا أنه في تدخل أجنبي بهذا الموضوع هن معذورين، أما أنه يطلع مسؤولين كبار في الدولة اللبنانية يحكوا عن تدخل أجنبي يعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية، فهذا الموضوع يضع هؤلاء المسؤوليين أمام مسؤولياتهم. انتوا يا حضرات المسؤولين إذا كان هالأمر صحيح فتفضلوا سموا الأمور بأسماء، وتفضلوا خدوا إجراءات ضد الدول اللي بتتهموها بالتدخل بالشؤون اللبنانية. أما وأنه نحكي بهذا الشكل أنه في تدخل أجنبي ونخلي الأمور بس للاستهلاك السياسي، فهيدا معيب بحقنا كلبنانيين وبحق كل من يطلق هذه الأقاويل. اللهم إذا تبدلت هذه الأقاويل وثبت إن وقائع. أستاذ إميل، يعني بس قبل ما يعني ينحكى أو نسمع حدا عم يحكي عن تدخل خارجي، كان في الحكومة تواجه مجموعة عقد. نعم. يعني في 3-4 عقد كنا عم نحكي عنهم بالداخل، عقدة مسيحية، عقدة درزية، عقدة سنية. نعم. وهي هيدي العقد اللي عم بتعرقل تشكيل الحكومة. طيب انحلت هيدي العقد؟ ما هي ما انحلت، ليه بدنا نحكي عن تدخل خارجي ونحن بعض العقد الداخلية بعد ما انحلت؟ يعني حضرتك عم تنقلي كل اللي عم بيقولوه وسائل الإعلام وعم بيقولوه بعض المسؤولين واللي عم يتعاطوا بهالشأن عن عقد ثلاثة بعملية تشكيل الحكومة، وأنا بدي أضيف لهم عقدة هي العقدة الأساس، لبل هي عقدة العقد واللي بلشت تظهر أخيرا ويمكن هي العقدة الحقيقية. هناك اتجاه عند البعض بالدولة اللبنانية بالحكم عند المسؤولين اللبنانيين إلى الاستغناء عن حكومة وحدة وطنية تجمع غالبية الأطراف بلبنان والانتقال إلى ما يسمى حكومة أكثرية، وهيدا الشيء بلش يعبر عنه صراحة مجموعة من الأطراف السياسيين بلبنان. لعل التيار الوطني الحر أبرز هؤلاء الأطراف، مع أنه فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون وبكلامه كان واضح أنه هو مع حكومة جامعة بكلامه بعيد الجيش تمثل كل الأطراف السياسيين. إنما ما نراه على أرض الواقع وبعد التسريبات الأخيرة اللي تلت زيارة الوزير جبران باسيل لدولة الرئيس نبيه بري، واللي كنا منتمنى أنه تصير من زمان، واللي كنا منتمنى أنه الأسباب اللي عملت هيدي القطيعة
واللي تسبب فيها الوزير جبران باسيل من خلال الكلام اللي هيك نقال بطريقة غير مقبولة عن الرئيس نبيه بغي. حتى بفترة الانتخابات النيابية انه يكون غير موجود بالأساس. هلأ انه صار اللي صار وبشكل او بآخر اعترف من أساء إلى الرئيس نبيه بري بالإساءة وعادت زبطت الأمور. خلينا حكى فيه يعني عم حسب المعلومات إنه مش مهم انحكى أو ما انحكى، المهم أنه انتهت هيدي القصة، ومن أخطأ بمجال معين عاد عن خطأه. يعني وقت الشخص بيقول عن شخص آخر بلطجي، مجرد أنه يتعامل معه بهيدي الطريقة يعني هو اعترف أنه بمرحلة من المراحل وقت الأساء إلى رئيس بري كان عم يحكي شيء غلط. عدة الانتخابات إنه انتهت هيدي المرحلة والوزير جبران باسيل زار الرئيس نبيه بري وبلش ينحكى بتسريبات إنه الأمور تتجه إلى حكومة أكثرية، علما إنه موقف الرئيس بري واضح بهيدا الموضوع. الرئيس بري من خلال مواقف واضحة وصريحة هو مع حكومة تجمع كل الأطراف السياسيين بلبنان ولا تستثني أحدا. طيب هلأ بحال ما كان في يعني ظروف تؤدي إلى ولادة حكومة وحدة وطنية، شو المشكلة إذا صار في حكومة من أكثرية وأقلية؟ ماذا يترتب عن هكذا حكومة؟ تحدثنا ببداية الحديث عن عقد ثلاث سميناها العقدة المسيحية والسنية والعقدة الدرزية، وقلنا أنه هذه العقد الثلاث تعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية. أنا بدي أسلم جدلا أنه بدنا نطلع من هذه العقد ونتجه إلى حكومة أكثرية، والهدف الأساسي عنا أنه تخطي العقد مش أي سبب آخر، مع أنه أنا بقلك أنه هناك أسباب أخرى، أسباب يعني نوعا ما تهدف إلى إلغاء بعض الأطراف السياسيين بلبنان. خلينا نحط هالأسباب على جنب، وأنا أقول إنه هالأطراف هني بدو يعملوا حكومة أكثرية، وهيدا أبسط مقومات الحياة الديمقراطية إنه يكون في أكثرية تحكم وأقلية تعارض وتصوب عمل الأكثرية. بس هون الأشخاص اللي عم يشكوا من عقد ثلاث هني عم بيضووا على عقدة أيضا ممكن تكون أشد فداحة من العقد الثلاث وأكثر تعقيداً، وهي العقدة الدرزية. تخيلي مثلاً أنه نحن عملنا حكومة أكثرية وأقلية وحطينا المكون الدرزي على جنب، ما نحن هون بنكون عم بنخالف أهم ما في الميثاق الوطني اللبناني وأهم ما في الفريق الدرزي بيكون يعني صار من ضمن الأقلية. ما فينا نستثني طائفة، نحط كل طائفة بأمها وأبوها، نحطها بباب أنه هي صارت ضمن إطار معين. هذا الشيء مش وارد بظل وجود هالطائفة الدرزية الكريمة اللي اختارت من يمثلها بالانتخابات، يعني جرت الانتخابات النيابية والطائفة الدرزية اختارت نوابة. مجبور من سيمثل الطائفة الدرزية أو من سيشكل الحكومة أن يختار من اختارته الطائفة الدرزية، ما في يلغيها. هلأ بالعقدة المسيحية ممكن يجوا يعملوا لنا اجتهاد يقول أن هناك أكثرية مسيحية مع فريق وأقلية مع فريق آخر، يمكن أنه يجوز هذا المنطق، بس ما فينا نحمل حكومة أكثرية ونستثني الطائفة الدرزية أو نجيب ممثلين طارئين على الطائفة الدرزية. ما بعتقد حدا بلبنان بيقبل ولا حدا يعني بالطائفة الدرزية بيقبل. لربما أتوا بوزراء دروز من غير فريق الحزب التقدم الاشتراكي، لا بس كي يقال أنه الدروز ممثلين. ليك شوفي، أنا ضد المنطق الطائفي بالأساس، ولكن هؤلاء الذين يتكلمون اليوم بحكومة أكثرية وأقلية هم من ينطلق من منطق طائفي، هم من يقولون نحن منمثل المسيحيين، هم من يقولون أنه ما حدا بيقدر يعمل سلطة بلبنان إذا استثنى المكون الأساسي عند المسيحيين. ما يقولونه هم لازم ينطبق عليهم، يعني مثل ما أنا بدي طبق هذه القاعدة علي أنا كمسيحي لازم احترم أيضا المكون الدرزي. هناك أغلبية درزية اختارت الحزب التقدم الاشتراكي والنواب اللي رشحهم النائب السابق وليد جنبلاط، ما في إلا نائب وحيد
خارج إطار اللقاء الديمقراطي، وهالنائب الوحيد رشحوا أيضا اللقاء الديمقراطي بالاشتراك مع دولة الرئيس نبيه بري. لكن يعني عنده كمان حيثيته وإله وجوده، يعني إذا بتقصد يعني الوزير طلال أرسلان. لا أنا عم بحكي عن النائب اللي ترشح بحصبية والجنوب، يعني مش عم بحكي عن نائب طلال أرسلان. نعم نعم، أنور الخليل. أنور الخليل النائب طلال أرسلان أيضا مع احترامنا له لابد من أنه نحن نشوف أنه النائب وليد جنبلاط ترك المقعد الدرزي شاغرا وما تحدى النائب طلال أرسلان. يعني هناك أكثرية ساحقة بالطائفة الدرزية اختارت اللقاء الديمقراطي لحتى يمثلها. نعم. أنا ما بتخيل أنه نحن من خلال أو تحت شعار حكومة أكثرية وأقلية منقدر نسمح لنفسنا نلغي مثل هذا المكون من لبنان. ومن هون بفهم موقف الرئيس نبيه بري اللي هو عودنا على طول على مواقف وطنية جامعة، من هون نفهم إصراره على وجود حكومة تمثل الجميع ولا تلغي أحدا. هلأ بقية الأمور، حتى أنه كمان يعني أيضا الرئيس سعد الحريري بعده لهلأ متمسك بهيدي الحكومة، صح، حكومة وفاق وطني. صحيح، يعني مش بالضرورة تمثل الكل، إنما لا نستطيع أن نلغي مكونات أساسية بالتركيبة بلبنان. ما فيني أنا اليوم إجي أعمل حكومة بدون ما يكون فيها التيار الوطني الحر وقول والله يا جماعة أنا عم بعمل حكومة وحدة وطنية بدي أحط القوات اللبنانية. ما هن التيار الوطني الحر بيقولوا هن الممثلين الأساسيين للمسيحيين، أيضا هناك ممثلين أساسيين لطوائف تانية لا يجوز إلغائها واستبعادها. من هون أصحاب نظرية حكومة أكثرية وأقلية أنا بقول صراحة أنهم عم يرفعوا شعار حق، إنما عن قصد أو عن غير قصد يراد به باطل، ونحن نتمنى أنه ما نمشي باتجاه الباطل. ندلنا وقت لما نرفع شعار الحق نتحدث بالحق ونوصل إلى ما يمليه علينا الدستور اللبناني أولا وأخيرا، وليس مصالحنا الشخصية اللي بتخول للبعض منا أنه نلتف على الدستور بشكل أو بآخر. طب بحال بقينا ضمن إطار حكومة وحدة وطنية وإصرار على أن تشكل حكومة وحدة وطنية، كيف ستحل هذه العقد الموجودة؟ يعني بالنسبة إذا بعدنا عم نحكي عن العقدة الدرزية، ماذا لو أصر رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط على أنه الوزراء الدروز الثلاثة هو بده يسميهم بيكونوا من فريقه؟ وهناك إصرار، مش لو أصر، هناك إصرار من قبله، يعني في ما في أي مجال يعني لطرح آخر. هناك معايير لازم يتفقوا عليها الكل، معايير منطقية لازم يتفقوا عليها الكل ويجب أن تطبق على الجميع. يعني ما يطبق على هذا المكون يجب أن يطبق على سائر المكونات. أنا ما فيني إذا يعني مع المعيار الواحد، مع المعيار الواحد عند الكل. نحن عم نقول الأطراف التي تمثل يجب أن تتمثل بالحكومة بقدر ما تمثل، لا أكثر ولا أقل. أنا بعتقد إذا طبق هذا المعيار بنلاقي حل لكل هيدي المشاكل. بس أنا مثل ما عم لاحظ أنه اليوم في بعض الأشخاص عم بجربوا جاهدين، عم يسعوا جاهدين إلى عرقلة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدفعون باتجاه تشكيل حكومة أكثرية نيابية، وهودي الأطراف مش من هلأ عم يعلى صوتهم، بلش يعلى صوتهم من أول ما كلف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة. وأنا بحيلك لأكثر من مقابلة لمعالي نائب رئيس مجلس النواب دولة نائب الرئيس إليل فرزلي، بأكثر من مقابلة تحدث علنا عن ضرورة أنه يكون في حكومة أكثرية و هي تحكم ويكون في مقابلة تعارض. أقلية تعارض. وأنا هون برجع بقلك أنه بالكلام المبدئي ما في حدا ممكن يكون مع هيدا الكلام، لأنه هيدا الكلام جميل وواقعي وهيدا بصلب الحياة الديمقراطية، وهيدا منشوفه بكل الديمقراطيات بالعالم. أما أن ننطلق من هذا الكلام لمحاولة إلغاء بعض الأطراف السياسيين فهيدي عملية رح تكون فاشلة، لأنه حروب الإلغاء بلبنان أثبتت تاريخا وحاضرا
فشلة، ما في حدا يستطيع أن يلغي الآخر، الكل بالنهاية بده يسلم أنه هناك أطراف لازم نحترم وجودهم ولازم نتعاون نحن وياهم على هالأساس. أما أنه أنا استقوي أنه اليوم في عندي هذه القدرات ولازم إلغي الكل بشكل أو بآخر، فهيدا مبدأ غلط. وقت بده يكتشف المتشبثين بهيدا المبدأ أنه هني على خطأ، رح يتنازلوا شوي ويشكلوا الحكومة وتتشكل الحكومة. يعني خصوصاً أستاذ أميل إذا بتذكر يعني بعد الانتخابات النيابية يعني السابقة التي حصلت يعني بعد 2005، وعندما فازت يعني 14 أدار بالانتخابات النيابية إذا بتذكر بشكل كبير كمان، يعني ما إجوا قالوا بدنا نعمل لحكومة أكترية وأقلية، كانت هناك يعني اتفاق على حكومة وحدة وطنية وضرورة في لبنان، أنه التوافق في لبنان هو الأساس وأن تمثل كل أفريقيا بالحكومة. يعني بوقتها كمان ما كان في استقواء. تقلك شغلة، اليوم الشعب اللبناني سئم من 14 أدار و8 أدار. هلأ ما عد يعني ما عد حد عم يحكي بهذا المنطق. وهالشعارات اللي يعني أثبتت الحركة السياسية بلبنان إنه غالبية الأطراف اللي بيرفعوا هالشعارات هن بيرفعوها لمجرد شعارات، ما حدا خصو فيها. أنا بعطيك مثال عملي، واللي هو الحكومة الحالية اللي هي حكومة تصريف الأعمال، واللي هي جمعت أطراف من كل الأطياف السياسية بلبنان. اليوم شو الجامع السياسي بين القوات اللبنانية والحزب التقدم الاشتراكي وحزب الله وحركة أمل؟ لنشوفهم بجبهة واحدة بالعديد من الأمور اللي كانت بتخص المواطن بلبنان، وبالمقابل نشوف تيار المستقبل والتيار الوطني الحر بجبهة مقابلة. ما في أي جامع من هالشعارات السياسية اللي بيحكي عنها الكل بيناتهم، إنما هناك نهج وهناك طريقة عمل. نحن بنتمنى كمواطنين لبنانيين وكناس عم بتابعوا إنه كفى متاجرة بالشعارات السياسية، خلينا كلنا نرجع للقصص، للأمور العملية، للأمور الحياتية، لأنه المواطن اللبناني قبل ما يحكي السياسي، قبل ما يشوف هيدا الزعيم شو عم بيقول، قبل ما يقول أنا مين بوالي هالزعيم أو ذاك، المواطن اللبناني بده يوعى بكرة، بده يعيش، بده يقدر يعيش، بده يقدر يعيش عائلته، بده يقدر يعيش ولاده، بده يقدر يأمن لقمة العيش، بده يقدر يدفع المستحقات عليه، بده يقدر يدفع فاتورة الكهرباء، فاتورة الموتور، فاتورة الخلوي اللي هي من أغلى فواتير الخلوي بالعالم. فكفى متاجرة بالسياسي بلبنان. يعني اليوم المواطن عم بيعاني وبعده عم بيعاني من هذه الطبقة السياسية اللي راح رجع انتخبها بالانتخابات. صح، أنا يعني اليوم بآخر انتخابات. يعني هيدي خيارات وبده يدفع الثمن بالنهاية. بس أعطيتك مثل إنه بالحكومة السابقة كان في تحالف رباعي جمع هالأطراف اللي هن متناقضين بالسياسة، إنما بأمور حياتية بملفات اقتصادية كانوا عم يوقفوا مع بعض. بعطيك مثل تاني، وزراء القوات اللبنانية بالحكومة، هناك تقريبا حركة من العديد من الناس بلبنان بترحب بحركتهم بالحكومة، بأدائهم في شبه إجماع على أدائهم. وزراء حزب الله، مين بيقدر يعطي ملاحظة من حيث الأداء بالحكومة؟ ما حدا، كل الناس بتشيد فيهم. وزراء حركة أمل، الوزير علي حسن خليل بوزارة المالية. فكرمال هيك نحن منقول تفضلوا يا جماعة، المتاجرة بالسياسي أصبحت مفضوحة. حطوا لنا الشعارات اللي كنتوا سابقاً عم تقسموها بين 14 و8 أدار على جنب. أنتوا بالأمور الاستراتيجية ما بعرف شو عم يقدر يعمل لبنان كله، قدي بيأثر استراتيجياً. خلينا نتفق عملياً، خدماتياً، مناطقياً، اقتصادياً، أخلاقياً، يكون عندنا هالجامع الأخلاقي اللي عم يجمع هودي الأطراف لحتى نحارب الفساد السياسي اللي حرام عن جد مش عم يبقى لقلنا وطن. يعني لبنان اللي هو كان منارة الشرق، سويسرا الشرق، اللي كان هو بلد الإشعاع والنور. صحيح. اللي كان يعني ما بعرف وين صار. يعني إذا بتاخدي لبنان بترتيب الدول بترتيب الفساد بالعالم، يمكن نطلع نحن بالطليعة. نعم، بس انه كنت يعني محاربه الفساد عناوين كل المرحله الماضيه، خصوصا اثناء يعني فتره الانتخابات النيابيه، الكل كان عنده شعار محاربه الفساد. حدا بلش بهالمحاربه؟ لا، ما هيدي المصيبه، حدا سبق التاني. لا، ما هو الصايره العادي بلبنان انه محاربه الفساد بالشعارات.
أنا بعمل إصلاح بالشعارات، أنا بحارب الفساد بالشعارات، أما من حيث الأمور العملية فأنا بحق لي كتير أشياء أنا كسياسي لبناني. هذا اللي عم نقوله نحن، خلص متاجرة بهالأمور، خلينا نفكر بمصلحة المواطن، لأنه بالنهاية الهيكل عم يسقط على رؤوس الجميع. ما بقى في وطن لحتى نسرقه يا حضرات المسؤولين، رح توصلوا لوقت ما تلاقوا وطن تسرقوه، فقبل ما توصلوا لهالوقت خلوا هالوطن لحتى أولادكم أو أصهرتكم أو أولاد أولادكم، هالناس اللي بتورطون وراثيا هودو يقدروا يلاقوا شيء يسرقوه بعدين، يسرقوني ويسرقوك ويسرقوا بقية الناس. فتفضلوا استحوا على حسوا، يكون عندكم شوية أخلاق وتعاطوا بالسياسي من باب الأخلاق. رجعوا لقلنا أنه السياسي هي مرادف للأخلاق مش مرادف للا أخلاق. صح. يعني حتى ياريت بيكون في تفكير مثل ما قلت بالأولاد وبالأحفاد، بس من دون تعبير سرقة، حتى يعني من دون هيدا التعبير. رح نكمل معك بهيدا الحوار أستاذ أميل بعد هيدا الفاصل، محطة علنية ونتابع. نتابع حوارنا مع رئيس تحرير موقع إيروما الإلكتروني أميل علي. أستاذ أميل، عم نحكي حكينا بالموضوع الحكومي ورح نكمل فيه. هنا كان لقاء مرتقب ومنتظر يعني بين الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل، من أجل يبدو يعني أكيد يعني البحث بالملف الحكومي. كان دولة الرئيس غسان حصباني قال طالما الكل منتظر هيدا اللقاء يعني صار معروف أين العقدة، طالما الجميع ينتظر هذا اللقاء. شيء غير منطقي في هذا الموضوع، انه نحن بنعرف انه علاقه التيار الوطني الحر وتيار المستقبل وبالتحديد الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، وانا قلت لك انه هن كانوا عاملين نوع من الحلف بالحكومه الحاليه، حكومه تصريف الاعمال وقت اللي كانت بالحكم، كانوا عاملين نوع من الحلف، حتى كنا نشوف حزب الله متحالف مع القوات، متحالف مع حركه امل، متحالف مع الاشتراكي بمواضيع معينه. نعم. ضد تحالف المستقبل الوطني الحر. اليوم صرنا نشوف الوزير جبران باسيل يصل الى لقاء الرئيس نبيه بري ومش عم يقدر يوصل الى لقاء الرئيس سعد. طب ليه برأيك الحرير؟ يعني هلا فينا نقول في تباعد اليوم بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، يعني في بعدوا عن بعضهم بهالفترة. هناك أمور يمكن غير معلنة، ما بدنا ندخل نحن باجتهادات أو بنوع من التبصير لحتى نعرف شو عم بيصير بهيدا الإطار، إنما الواضح إنه التيار الوطني الحر ممثلا بمعالي الوزير جبران باسيل يسعى إلى حكومة أكترية بهيدا السعي، انه هو لا يمانع بحكومه جامعه كالحكومه المنصرمه، انما اذا بدها تكون حكومه من هالنوع حسب شروطه هو، يعني حصه القوات بهالشكل، حصه الحزب التقدم الاشتراكي بهذا الشكل، يجب ان يتمثل الوزير طلال ارسلان ويجب ان يتمثل النواب السنه، يعني اللي هن خارج اطار مصادر التيار. قالت يعني قايله لليوم لصحيفه الجمهوريه ما عندنا مشكل اذا القوات اللبنانيه اخذوا الوزاره السياديه واي وزاره بيريدوا، ما في مشكل مع العدد الوزراء اللي بيريدوه، فقط مساله نيابه الرئيس هي لرئيس الجمهوريه. يعني شو فيهم يقدموا بعض تسهيلات اكثر كل من هيك؟ كلنا نقول لا اله الا الله، بس في البعض منا بيقول لا اله بينقلها عن لساننا بوقف هون. كلام التيار الوطني الحر عم بيقول لك ما في مشكل اذا اخذوا هيك، بس بيرجع بحط شروط وبيقول لك انه الرئيس الحريري هو لازم يكلف، واذا بده يعطي القوات وزاره سياديه يعطيها من حصته والى ما هنالك من امور تلغي هيدا المبدا. نحن عم نقول انه خليها تقال الامور كما هي، يعني نحن كلنا نقر انه الكل لازم يكونوا ممثلين بالحكومه، لازم يكون في معيار واحد يطبق على الجميع قولا وفعلا. الرئيس نبيه بري قال هيك، السيد حسن نصر الله قال هيك، عدة مصادر، يعني حتى التيار الوطني الحر التيار مع هيدا المبدأ، التيار الوطني الحر المعيار مع هيدا المبدأ، بس يشرحوا لنا المعيار الواحد، يشرحوا لنا مفهوم واحد للمعيار الواحد، مش كل شخص منهم يعطينا مفهوم. هناك مفاهيم شوي قريبة للمنطق وهناك مفاهيم كتير بعيدة عن المنطق، وهون على المواطن اللبناني أنه يحكم ويشوف.
بغض النظر عن المنطق انه انا هيدا الشخص معه شو ما قال وشو ما عمل، وهيدا الشخص ضده شو ما قال وشو ما عمل. لازم نحنا نحكم على الممارسة السياسية اللي عم يعتمدها البعض، وهي ممارسة تعطيلية إلغائية عم بتحط أهداف كتير بعيدة عن الواقع، ويمكن مثل ما يقول البعض ومثل ما أجاب اليوم أو مبارح، بس الكلام ما نقول اليوم عن الرئيس، عن فخامة الرئيس العماد ميشيل عون، أنه هناك من يفتح معركة رئاسة الجمهورية باكراً، هناك من يستعجل الأمور قبل أوانا، وهو بالتأكيد سيعاقب بحرمانا. فكرمال هيك نحن بنرجع ننصحه لهاللي عم يستعجل الأمور قبل أوانا، أنه بكير كثير على معركة رئاسة الجمهورية. اليوم نحن بعدنا ببداية عهد العماد ميشيل عون. اليوم نحن بعدنا عم نقول أنه حكومة العهد الأولى لم تتشكل. تفضلوا يا حضرات المسؤولين عن العهد، ساهموا بنجاح العهد وشكلوا حكومة العهد الأولى لحتى العهد ينطلق، لحتى الناس اللبنانيين اللي طالما حلموا أنه العماد ميشيل عون يوصل إلى سدة رئاسة الجمهورية ما تصدمن ممارسات بعض الناس المحيطين بالعهد، واللي عم بيشوهوا صورة العماد ميشيل عون، واللي هو بمثابة الحلم للعديد لناس كتار من اللبنانيين. ما تشوهوا هالحلم، خليكن بعيد عنه قدر الإمكان، اتركوا هالحلم يقدر يشتغل مثل ما لازم يشتغل. ووجود حكومة العهد الأولى بأسرع وقت ممكن وبدون تضييع وقت هي شغلة كتير مهمة لانطلاقة العهد. التأخير في تشكيل الحكومة هو عرقلي بشكل أو بآخر لعهد العماد ميشيل عون ولصورة العماد ميشيل عون في عند العديد أو عند جمهور كبير من اللبنانيين. طب أستاذ أميل، ماذا كمان عن النواب السنة، يعني اللي سموا حالهم المعارضة السنية، كمان مطالبين أنه يكون في لهم وزير بالحكومة، وهذا الشيء كمان اللي على ما يبدو رافضه الرئيس سعد الحريري. طيب هون نحن طالما عم نحكي عن المعايير الثابتة، المعايير اللي لازم يعتمدوها الكل، فينا نقول انه هون يجوز، لانه التيار المستقبل هو الأغلبية بالطائفة السنية. يعني انا اذا عملت حكومة ومثلت فيها من الطائفة السنية تيار المستقبل، ما بكون حرمت الطائفة السنية، ما بكون تعديت على الطائفة السنية. مش مثل إذا عملت حكومة واستثنيت من الطائفة الدرزية اللقاء الديمقراطي والحزب التقدم الاشتراكي. هون ممكن أنا استثني هالناس لأنه هن أقلية بالطائفة السنية وليس من الضرورة، ممكن يكونوا موجود. بس في إصرار عندهم، ممكن وعم بيقولوا لن تبصر الحكومة النور إذا ما كان في لهم وزير، ويبدو أن المدعوين كمان من فريق سياسي أنا كبير. عم قلك يعني نحن المنطق بيقول أنه مش ضد أنه يكونوا هون الناس موجودين، لأنه هن الناس موجودين بمجلس النيابة. أما أنه ينحط شرط أساسي أنه أو بيكونوا أو ما بتكون الحكومة، فهيدا مش منطق، هيدا مش منطق. على طول الحكومة ما بتقدر تكون صورة مصغرة عن المجلس النيابي، وهيدا الشيء إذا بدك قاله من حوالي الشهر غبطة البطريرك الماروني بإحدى عظاته، عم بيقول ما فينا نعمل الحكومة صورة مصغرة عن المجلس النيابي. منكون عم نعطل الحكومة وعم نعطل المجلس. هناك في الطائفة السنية هناك أغلبية بمثلها تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري موجودة بالحكومة. يعني في حال تم تشكيل الحكومة دون هالنواب السنة العشرة، ما بكون عم بعتدي على الطائفة، بكون عم بشتغل نوع من العمل السياسي اللي يرتكز على منطق ديمقراطي، مع التشديد انه كمان ما بيمنع انه اذا ما في معارضة يكونوا هالأطراف موجودين. قد ما بيكون في أطراف موجودين بيكون أفضل، إنما لا يجوز انه يكون في شرط انه الكل بده يكون موجود أو ما في حكومة، وهيدا الشيء نحن عم ندفع حقه عهداً وشعبا. انما هالاصرار من قبل هيدي الافرقاء او يعني من هؤلاء، يعني كانه بنسمع تصريحاتهم وكانهم عم بيعارضوا هيدا التشكيل، يعني هون بدنا نوصل الى التدخل الخارجي. استاذ اميل، بتعتقد بالفعل هناك قوى خارجيه اقليميه تعرقل تشكيل الحكومه اللبنانيه؟
يعني بغض النظر إذا في أو ما في، بنرجع للموضوع اللي كان سائد قبل انتخابات رئاسة الجمهورية. كلنا بنتذكر قدي تم عرقلة انتخاب رئيس للجمهورية بلبنان، وكنا كل ما نحتاج لدى النواب اللي هني حسب الدستور هني بينتخبوا رئيس الجمهورية، ونحن من على هذا المنبر ومن منابر أخرى كنا عم نقول يا حضرات النواب تفضلوا انتخبوا رئيس، وإذا حدا منعكم تنتخبوا رئيس قولوا للملأ، قولوا انه هيدي الدولة او هيدي الدولة عم تتدخل معنا وتمنعنا ونحن مش قادرين، بس انه تتلكأوا عن واجبكم تحت شعار انه هناك تدخلات خارجية فهيدا عيب. اليوم نفس الشيء، اللبنانية في عندهم أهداف مضمرة مش عم يعلنوها، في عندهم ما يسعون إليه في السر ويحاضرون بسواه علنا، فكرمال هيك عم بحطوا اللوم على الأطراف الخارجية. ممكن في دول خارجية عم بتعرقل، ممكن في دول خارجية، ومش بس ممكن، بالتأكيد الدول الخارجية بتهمها مصلحتها أولاً ما بتهمها مصلحة لبنان. أي دولة خارجية بس شو مصلحتها أنه ما تتشكل حكومة؟ ما بعرف أنا هيدا اللي مش عم بفهمه، طالما عندهم حكومات هني يعني. أنا هيدا اللي مش عم بفهمه. كرمال هيك نحن منقول أنه المسؤولين بلبنان يشكلوا الحكومة، وإذا ثبت أنه هناك دول خارجية تعرقل فلتتحمل هذه الدول الخارجية مسؤوليتها علناً وليس بالسر، وخلي يكون عنا الجرأة نسمي هيدي الدول اللي عم تعرقل ما ندلنا نحكي بالعلن. اليوم أنا بترجم إنه دول خارجية، والله هيدي السعودية وهيدي إيران وهيدي أمريكا وهيدي 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 وهيدي، طب أعطيني إثباتات اللي أنت مين بتتهم من هالدول الخارجية اللي عم بعرقل. إذا صحيح فليتم استدعاء السفير السعودي، فليتم استدعاء السفير الإيراني، فليتم استدعاء السفير الأمريكي أو السوري، وينقل له يا جماعة أنتوا عم بتعرقلوا. أما أنه يضل هيك كلام عم نبيعه للمواطنين عنا لحتى نقول أنه في دول عم بتعرقل، فأنا بعتقد أنه الشعب اللبناني لازم يكون واعي لهذا الموضوع، وبعد تجربة انتخاب رئيس الجمهورية حاضرة، وقت النواب بلبنان وقت الأطراف بلبنان اقتنعوا أنه بدهم ينتخبوا رئيس، راحوا انتخبوا رئيس وما حدا منعهم، لا بل انه كل هالاشخاص هن زيتهم اللي كانوا عم بيقولوا انه هناك عرقلات خارجية لانتخاب الرئيس بلش يقولوا لا والله هيدا كان انتخاب لبناني وما حدا تدخل بهيدا الموضوع. طيب بالنسبة للعلاقات اللبنانية السورية استاذ اميل، يعني قد يكون هذا الموضوع كمان يعني له تأثير على تشكيل الحكومة بلبنان، خصوصا مثلا كمان عودة النازحين اللي على ما يبدو يعني بدا بالمرحلة المقبلة تنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية. هو التنسيق على طريقة ما يقوم به مدير عام الأمن العام اللواء إبراهيم، تنسيق طبيعي انه يكون حتى مع العدو الاسرائيلي بيجتمعوا امنيا اللبنانيين لحتى يحلوا بعض الاشكالات بوجود ضباط الامم المتحده. فضروره وجود تنسيق بين لبنان وسوريا، وسوريا دوله شقيقه وجاره، وبمرحله من المراحل اكيد تدخلت بشؤون لبنان، بس بمرحله من المراحل هي سوريا ولبنان كثير قراب لبعض، اكيد بده يكون في تنسيق. انما هيدا التنسيق اللي عم نحكي عنه على طريقه اللواء ابراهيم بهيدا الموضوع، انما كافي هيدا اكيد لازم يكون كافي، انما اللي بده ياخذ هيدا الامر مطيه لحتى يرجع يعيد احياء العلاقات بين لبنان كدولة وبين النظام السوري، هون بده يقع بمشكلة انه قسم كبير من اللبنانيين مع النظام بسوريا، بس في قسم كبير ايضا من اللبنانيين يمكن اكبر يمكن قدهم، بس في قسم كبير لا يستهان فيه من اللبنانيين هن ضد النظام بسوريا. فكرمال هيك هيدي الامور قدامها محاذير، وافضل شيء انه الطريقة اللي عم يعتمدها اللواء عباس ابراهيم انه تكون معتمدة وتكون هي الطريقة الفعالة وهي اللي عم بتوصل لنتيجة. وبالنهاية إذا كان الهدف إعادة النازحين هيدي الطريقة كافية، أما إذا كان الهدف أبعد من إعادة النازحين فلتقال الأمور كما هي، وخلي ينحكى ويتصارحوا هالأطراف اللي كانوا أساساً بالحكومة أو اللي هن رح يكونوا بالحكومة الجديدة اللي رح تكون حكومة وحدة وطنية، حتى لو تم عرقلة هيدا الموضوع، لأنه بالنهاية مش رح سنصل إلى حكومة وحدة وطنية رح يتفقوا يعني. رح كلهم يقدموا تنازلات بمطرح من المطارح، خلي يتفقوا أيضا على الموضوع المتعلق بالاتصال. وما تنسي أنه نحن بعدنا لهلأ في عنا سفير بسوريا، ولسوريا
في سفير بلبنان، يعني ليس هناك قطع للعلاقات الدبلوماسية بين لبنان وسوريا. دايما عم نشوف وزراء لبنانيين عم بيكونوا بسوريا. طبعا يعني في وزراء لبنانيين بسوريا، بس هذا الأمر يعني اللي يبدو يعني شي أزعج، وكأنه كمان رئيس الحكومة في شيء مش منطقي. اللي عم بتسأل ليه عم تركض اليوم، يعني ليه هالركض اليوم على سوريا؟ في شيء مش منطقي بالموضوع، انه نحن اليوم عندنا سفير بسوريا، في لسوريا سفير بلبنان، السفير السوري يزور كبار المسؤولين بلبنان، بزور رئيس الجمهورية، بزور وزير الخارجية، بزور العديد من القيادات، وعم يتحرك وكأنه العلاقات طبيعية. أو بده يتبلور هذا الموضوع، يتوضح أكثر، أو بدنا نسلم بهذا الأمر الواقع الموجود. هون في علامات استفهام مسؤولية السلطة بلبنان، مسؤولية من يعبر عن السلطة بلبنان أنه يوضحه. طيب أنا اليوم رئيس سفير سوريا بيطلع لعند رئيس الجمهورية اللبنانية، مبارح كان عند وزير الخارجية، ما في قطع للعلاقات الدبلوماسية بين لبنان وسوريا، والدولة اللبنانية تعترف بالنظام السوري، ولا مرة قطعت علاقاتها مع النظام السوري. فهيدي الأمور هيك اليوم، هل نحن فينا نغيرها؟ إذا فينا نغيرها يتفضلوا المسؤولين يغيروها، إذا ما فيهم يغيروها بدنا نرضى. هيدا الأمر الواقع اللي موجود، أو أنتوا غيروه لأنه أنتوا موجودين بالمسؤولية، أو تعاملوا مع الأمر الواقع كما هو لأنه أيضا أنتوا موجودين بالمسؤولية، وعلى من يكون في موقع المسؤولية أنه يتحمل مسؤوليته، مش يشكي همه لألي ولألك. أنا ما بقدر أعمل له شيء، هو بالمسؤولية، هو بيقدر يتصرف، أو ما يجي يحكيني بأمور أنا لا أستطيع أن أفعل بها شيء، وهو المخول أنه يفعل فيها ما يعني يستطيع. بالنسبة للمرحلة المقبلة وفيما يتعلق بموضوع النازحين، يعني ما يقوم بها اللواء عباس إبراهيم، يعني حضرتك ذكرت الدور الروسي هنا، يعني كان في قمة هلسنكي وكان في دور لروسيا كمان على ما يبدو، يعني يتزخم أكثر بالمرحلة المقبلة من أجل عودة يعني صحيح النازحين صحيح من الدول المجاورة لسوريا. أكثر من حدا حكي بهذا الموضوع، وكلنا نعرف حتى الدكتور سمير جعجع حكي عن هالدور بإعادة أعداد كبيرة من النازحين السوريين، ودعا الحكومة اللبنانية أنه أن تتلقف هذه المبادرة الروسية وتشتغل على هالأساس. مع الأسف أنه نحن بعدنا الحكومة بلبنان حكومة تصريف أعمال، كنا بنتمنى أنه اليوم لبنان بأمس الحاجة إلى حكومة فعل، إلى حكومة بتشتغل. تفضلوا يا حضرات المسؤولين شوية تواضع، شوية تنازل، مش مهم انه هيدي الوزارة صارت مصنفة سيادية، الوزارة الثانية صارت مصنفة خدماتية، وكأنه صار المفروض انه انا اجي على الحكم لحتى استفيد من الوزارة، مش لحتى انا افيد الوزارة وبالتالي المواطن يعني اللبناني. تعبير الحصص قد ايه هيك، يعني هالتعبير يعني مزعج. مع الاسف مع الاسف المقاييس انقلبت عنا، وصرنا حتى التعابير الموجودة بالقاموس السياسي اللبناني صارت كلها تعابير خاطئة. كرمال هيك وتعودوا عليها تعودوا عليها الناس. كرمال هيك أنا منقول إنه نحنا منرجع منراهن على وعي الناس بلبنان، يرجعوا هالناس يتحرروا شوي من القالب السياسي والطائفي اللي هن موجودين فيه، لحتى ينطلقوا ويقولوا إنه حيالله مواطن بالعالم، أي دولة بالعالم من أفضل من لبنان، أي مواطن بالعالم مش أفضل مني أنا كلبناني، فليش أنا بدي أقبل إنه المسؤول عندي بالدولة يكون أسوأ من كل هالمسؤولين اللي موجودين بكل الدول؟ فلازم صحيح. أنا أكون بصلب التغيير، لازم أشتغل للتغيير لحتى أقدر وصل المسؤول اللي بيمثل المواطن اللبناني كما هو. صحيح، شكرا لك أستاذ إميل، خلص وقتنا، شكرا لوجودك معنا، شكرا لكم أيضا مشاهدينا. نشر إخبارية بعد قليل، وإلى اللقاء.